ننتقل إلى برج الثور يلي سنة التشويق والتغيير الجذري وعم تقولي سنته. بدي أقول له هاي سنة مميزة جدا، ما تخاف، مرق عليك سنين صعبة، السنتين الماضيين في كتير من مواليد الثور تأثروا سلبا، في منهم في بعض جزء منهم كانت سنة الماضي أحسن من قبلها، بس بالإجمال هاي سنة كانت صعبة كتير عليهم، في تغيير أساسي وغير متوقع بحياتهم، في اتصالات مع الخارج، في مسائل مهنية ومالية بيخوضها بثقة بالنفس وبيحقق الأرباح بصورة مفاجئة، عنده استثمارات، بينجح بمجال فني، بمجال ثقافي، بمجال فكري، بيحصد النجاح والإعجاب. في بيرجع بعض مواليد الثور بيعودوا الدراسة أو بيرجعوا بيعملوا تدريب حتى يفوتوا بمهنة جديدة، أو بيرجعوا بيتعلموا شيء، بيشتري يمكن مسكن في الخارج، بيتعلم لغة أجنبية، بيتواصل مع جهة أجنبية، وعنده جهات حكومية بدها تساعده، أو يمكن ياخذ منصب، ما بعرف بركي بيصير وزير أو لك شو بعرفني، بيتمتع بسحر ما بنحسن لا أبداً. حرام إن شاء الله لا تخيلك بعود عن الشر وغني له بيتمتع بسحر أخاز بيأثر كتير على ناس أصغر منه سناً، يعني بيكون مرشد إذا بدك. الفترة الواقعة بين نيسان وحزيران حافلة باللقاءات والقرارات المتعلقة بمصيره العاطفي. آخر شهرين صعبين، يمكن يتعرف إلى شخص صعب المنال وما يعرف كيف بده يتعامل معه، بس بين نيسان وبين حزيران يمكن يتغير مصيره العاطفي ويفكر بزواج إذا كان أعزب طبعاً.